الأخ عبد العزيز يقول الشيخ نفسه أقرضت شخصا مبلغا من المال على أن يسدد ذلك في وقت محدد معلوم، وعلمت بعد ذلك بأنه معسر، فهل لي أن أذكره بوقت السداد إذا حان أوان تذكيري له يخالف وجوب إنذار المعسر؟ القرض ليس له وقت ولا يحدد للوفاء وقت، بل متى ما تمكن المقترض من تسديده فإنه يبادر بذلك، وإن كان معسرا فإنه ينظر إلى الميسرة كما قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإما أن تنظره إلى أن يسر ويسدد لك، والأحسن أن تتصدق عليه فتسقط عنه هذا الدين ما دام معسرا. نعم.